اي مبادره سواء كلنا واحد او اي مبادره الحكومه او الرئيس بيعملها دي حاجه في مصلحه الشعب. محتاج مبادرات زي كده بكتير جدا جدا، وخاصه في الظروف اللي احنا فيها. فطبعا انا بشكر طبعا وزاره الداخليه على المبادره ديت، ونتمنى كمان انها تعمل مبادرات تانية. بالاضافه اتمنى وبطلب وزاره الداخليه الرقابه على الاسواق. مبادره كلنا واحد كانت خطوه مهمه من وزاره الداخليه لتوفير الاحتياجات للشارع المصري، وفي نفس الوقت مواجهه جشع التجار. وتنوعت مبادره كلنا واحد في مراحلها المختلفه بمسانده ودعم وحرص الرئيس السيسي على تنفيذها، وكذلك رعايه وزير الداخليه والاجهزه الشرطيه بأن توفر كل السلع للمواطنين دون عناء. والله أنا النهاردة رحت الحمد لله وشفت في حاجات على أعلى مستوى، وحاجات التسعيرات بتاعتها الحمد لله كويسة. بالنسبة كمان نزل لبس العيد بتاع الأطفال وبتاع الكبار ما شاء الله، يعني الله يبارك له السيد الرئيس بأمانة. مساء الخير على كل حضراتكم، كل سنة وكلنا طيبين وكل المصريين طيبين. يعني اليوم آخر ليلة وترية يا رب، إن كانت ليلة القدر فارزقنا فيها على قدر قدرك، وهذه الأيام المباركة الكريمة وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يرزقنا عيد الفطر ونحن في أتم صحة وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع الحقيقة هو من الموضوعات المهمة جدا واللي يهمنا إن احنا نفهم أكتر تفاصيل عنها. عايزين نتكلم عن محور قناة السويس. الحقيقة إن محور قناة السويس من أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى اللي الدولة بتوليها الدولة المصرية بتوليها اهتمام كبير جدا، ولما لها من أهمية اقتصادية كبيرة. ولكن يعني احنا بنسمع دايما محور قناة السويس ما عندناش تفاصيل كتير. عشان نعرف أهمية هذا المحور وأهمية هذا المشروع القومي العملاق وأهميته وانعكاسه على الحالة الاقتصادية وعلى طبعا وبالتالي علينا جميعا، هيشرح لنا كل هذه التفاصيل ضيفنا العزيز اللي مشرفنا منورنا النهاردة، دكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل مشاهدينا الكرام، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل مصر بخير يا رب. وحضرتك طيب يا فندم وبألف خير وكلنا بخير يا رب، وإن شاء الله أيام كريمة ومباركة. ونتكلم عن هذا المشروع القومي المهم جدا اللي بيأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية. عايزين نشرح في البداية ما هو محور يعني إحنا كلنا عارفين قناة. مساء الخير على كل حضراتكم، كل سنة وكلنا طيبين وكل المصريين طيبين. يعني اليوم آخر ليلة وترية يا رب، إن كانت ليلة القدر فارزقنا فيها على قدر قدرك، وهذه الأيام المباركة الكريمة وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يرزقنا عيد الفطر ونحن في أتم صحة وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع الحقيقة هو من الموضوعات المهمة جدا واللي يهمنا إن احنا نفهم أكتر تفاصيل عنها. عايزين نتكلم عن محور قناة السويس. الحقيقة إن محور قناة السويس من أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى اللي الدولة بتوليها الدولة المصرية بتوليها اهتمام كبير جدا، ولما لها من أهمية اقتصادية كبيرة. ولكن يعني احنا بنسمع دايما محور قناة السويس ما عندناش تفاصيل كتير. عشان نعرف أهمية هذا المحور وأهمية هذا المشروع القومي العملاق وأهميته وانعكاسه على الحالة الاقتصادية وعلى طبعا وبالتالي علينا جميعا، هيشرح لنا كل هذه التفاصيل ضيفنا العزيز اللي مشرفنا منورنا النهارده، دكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل مشاهدينا الكرام، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل مصر بخير يا رب. وحضرتك طيب يا فندم وبألف خير وكلنا بخير يا رب، وإن شاء الله أيام كريمة ومباركة. ونتكلم عن هذا المشروع القومي المهم جدا اللي بيأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية. عايزين نشرح في البداية ما هو محور يعني احنا كلنا عارفين قناة السويس كقناة السويس طبعا وبندرسها واحنا صغيرين، وان هي من اهم مصادر الدخل القومي المصري، لكن ما أهمية محور قناة السويس؟ هو محور قناة السويس احنا بنتكلم هنا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس او لاقليم قناة السويس معنا دق، ودي كانت تقليديا كانت موجودة في شمال غرب خليج السويس يعني في منطقة السخنة، لكن صدر قانون او قرار جمهوري رقم 330 لسنة 2015
ليوسع من نطاق هذا المحور وخلاه يشمل أربع مناطق فرعية، وهي السخنة، وبعدين شرق القنطرة، غرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد. المساحات بتاعتهم مساحات ضخمة جدا، يعني عندنا مثلا السخنة حوالي 210 كيلو متر مربع، منطقة القنطرة حوالي 13 كيلو متر مربع، منطقة شرق الإسماعيلية حوالي 71 كيلو متر مربع، شرق بورسعيد 75 كيلو متر مربع. فمساحات ضخمة. مش بس كده، ده كمان القرار ضم لهذه المنطقة ست مواني من أصل 15 ميناء تجاري بيشتغلوا في مصر. الست مواني دول ثلاثة على البحر المتوسط، وهما ميناء العريش، ميناء شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، وأربعة على البحر الأحمر، وهما السخنة، الطور، الأدبية. فإذا هذا الإقليم إقليم واعد، وبتصور أنه ممكن أن يكون قاطرة للتنمية في مصر. طيب احنا عايزين نشرح اكتر وبالتفصيل. في البدايه حضرتك قلت انضم لي يعني عدد من المواني، من المواني المهمه اللي حضرتك ذكرتها، واحنا عارفين ان في كثير يمكن من الدول اقتصادياتها قامت على ميناء واحد. نعم. يعني نذكر مثلا سنغافوره، حضرتك صلح لي، دبي طبعا، الامارات الشقيقه، دبي بقت من اعظم مراكز التجاره في العالم. اهميه بقى وجود المواني عشان نصبح مركز للتجاره العالمي، يعني مش فقط لعبور السفن والبواخر، ولكن مركز للتجاره. هو الحقيقه الدوله بتستهدف من اقامه هذا المنطقه، هذه المنطقه الاقتصاديه، انشاء منطقه صناعيه وتجاريه ولوجستيه عالميه، يعني مركز تجاري وصناعي ولوجستي عالمي. طيب الحقيقه المكان ده يعني ترجمه لعبقريه المكان والزمان اللي اتكلم عنهم جمال حمدان زمان رحمه الله عليه طبعا. فالحقيقه انه المكان ده، احنا مصر بتتوسط ثلاث قارات، وان المفروض ان احنا بنؤدي في من خلال هذا المكان ثلاث انواع من اللوجستيات. في لوجستيات ممكن ان تؤدى للسفن العابره، خدمات كتير ممكن نعملها للسفن اللي بتعبر من المنطقه دي، وخدمات اخرى ممكن تؤدى للتجاره اللي بتعبر من قناه السويس، وخدمات تؤدى للصناعات اللي هتتوطن في هذا المكان. وبالتالي لا، احنا عايزين بقى نشرح كل واحده منهم بالتفصيل. بالنسبه للخدمات اللي ممكن اديها للسفن، ممكن اعمل تموينات سفن، ده نشاط لوحده بيجيب ايرادات ضخمه جدا طبعا. يعني في مواني في العالم قايمه على بس تموين السفن، يعني ان ديها خدمات واصلاح وصيانه وكل ما يتعلق بالخدمات اللي تؤدى للسفينه كسفينه. ثم انه التجاره اللي بتعبر ممكن يبقى فيها تجاره بنسميها ترانزيت مباشر او ترانزيت مباشر، يعني التجاره بتمر مش جايه لمصر، وانما جايه من خلال مصر هيتم توزيعها على مواني اخرى، ولكن تتوقف في مصر لو في مؤقت او هو ترانزيت. يعني الترانزيت وده قد يكون مباشر او غير مباشر. ممكن مباشر ده ان بتيجي بننقل التجاره من سفينه الى سفينه اخرى، عشان احنا نعتبر كمركز توزيع للمنطقه. سنغافورة قايمه بتجيب من هذا النشاط بس 20 مليار دولار في السنه فقط. نشاط واحد لوجيستي اهو، وبقت من اغنى دول العالم طبعا. والحقيقه هي يعني مساحتها يعني لا تقارب بالمنطقه الاقتصاديه بتاعتنا حتى. الحقيقه انه ممكن جدا انشطه كتير تتعمل، زي اعاده تعبئه او تغليف، عمليات تخزين، عمليات ليبلنج، عمليات ان انا ادي ماركات تجاريه للسلع، اعاده تجزئه البضائع. ففي انشطه متعدده ممكن تقوم، وده بيخلق فرص عماله وبيجيب نقد اجنبي. كمان في انشطه يعني صناعيه هتتوطن في هذا المكان، هذه الانشطه بتحتاج ايضا لوجستيات. فاذا في مجموعه من الانشطه اللوجستيه او ثلاث انواع من الانشطه اللوجستيه ممكن ان تؤدى من خلال هذه المنطقه، وتحول المكان الى مركز لوجستي وتجاري وصناعي عالمي. فانا بعتقد انه في تقديري يعني ان احنا لو استطعنا ان احنا نستقطب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال الشركات وليس دول، بمعنى ان النهارده العالم كله بينظر الى الشركات، على شركات دوليه النشاط، انها اصبحت وحده الاقتصاد الدولي. وحده الاقتصاد الدولي لم تعد الدوله، وانما الشركات الكبرى دي، الشركات العملاقه الدوليه، دي ميزانياتها تفوق ميزانيات دول، اللي هي متعدده الجنسيات او مالتي ناشونال. بالظبط. هذه الشركات يعني بعضها
في تقرير بيصدر سنويا من مجله اسمها فورشن بترصد اكبر 500 شركه في العالم. انا متابع هذه الحركه من الثمانينات، لقيت ان بعض هذه الشركات ميزانيتها تفوق ميزانيه شركه لوحدها، تفوق ميزانيه انجلترا وفرنسا مجتمعين. لهذه الدرجه؟ الدول الكبيره يعني. دي من الدول الكبرى، مش شركه واحده ميزانيتها تفوق ميزانيه دولتين. فبالتالي انا متصور ان احنا لما نجيب الشركات الصناعيه دي الكبرى ونوطنها في هذه المنطقه، هي عامله تحالفات مع الشركات اللي بتعمل لها خدمات لوجستيه. فهتيجي الشركات الصناعيه تتوطن في هذا المكان، وفي ياتي في ركابها الشركات اللي بتورد لها خدمات لوجستيه، يبقى انا وطنت لوجستيات وشركات صناعيه مع بعض في نفس الوقت. يعني انا افهم من كلام حضرتك ان احنا في الحاله دي نقدر نوطن الصناعات الكبرى، الصناعات المتوسطه، وايضا الصناعات الخفيفه في نفس الوقت. نعم. هو الحقيقه الاستراتيجيه اللي مبنيه عليها المنطقه انها تستحمل صناعات ثقيله وصناعات متوسطه وصناعات خفيفه. والحقيقه يمكن في الى الان ما تم تخصيصه لشركات لا يتجاوز 10% من مساحة المنطقة، وبالتالي فإحنا لسه عندنا إمكانيات هائلة لاستقطاب شركات كبرى. يعني في مساحات كبيرة تستوعب الشركات العملاقة اللي حضرتك بتتحدث عنها. صرفت في الفترة اللي فاتت على البنية التحتية للمكان وتهيئة المكان وكمان تهيئة المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية، وبالتالي ده كله اعتقد انها عناصر جذب للمستثمر. هو طبعا المستثمر مش هيجي الا اذا كان في بنيه تحتيه مناسبه بالزبط. يعني لن ياتي الا اذا وجد البيئه المناسبه. لانه قانون المنطقه بيقول ايه؟ بيقول انه 60% من الحاجات اللي هتصنع جوه المنطقه تخصص للتصدير، و40% للسوق المحلي. وبالتالي لازم تكون المنطقه مربوطه من خلال شبكات نقل بباقي مصر، وكمان انا ممكن احتاج مواد اوليه من داخل الدوله، فلازم يكون عندي سهولة نقل المواد الأولية من داخل الدولة إلى المنطقة. وهنا تيجي أهمية بقى شبكة الطرق والمواصلات بالزبط. القومية اللي تم إنشاءها في جميع أنحاء مصر طبعا. وكمان في نقطة مهمة هي مش بس طرق، ده عندنا في قطار كهربائي سريع بيربط من الشرق للغرب عكس خط او عكس اتجاه الشبكة القومية بتاعتنا بتاعت سكة حديد. احنا كنا ماشيين من الشمال للجنوب، السكه حديد ماشيه من الشمال للجنوب، لكن الشرق ما كانش موصول بالغرب، ما كانش عندنا شبكه. فحتى بعض التحاليل الاقتصاديه حضرتك تقصد محور الضبعه الزعفرانه؟ لا، اقصد الخط اللي هو السخنه للعالمين. ده يمكن رويتر قالت عنه ان هو قناه السويس جيده تمشي على قضبان، اللي هو حضرتك بنربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط. يعني ما هواش عن طريق السكه الحديد. بالظبط. هو مشروع مكمل لقناه السويس، لانه في بعض المشروعات في الدول اللي حوالينا بتحاول انها تبقى تقدم نفسها كبديل لقناه السويس. ففي مثلا في اسرائيل في طريق ايلات اشدود، فكرته ان السفن بتيجي لايلات وبعد كده بيتم نقلها عبر خط قطار سريع الى اشدود على البحر الابيض، وبالتالي يبقى كانه بديل لقناه السويس. البعض كان بيقلل من اهميه هذا المشروع على اساس ان القطار لا يمكن ان ينقل حموله سفينه، السفينه النهارده بتشيل 24,000 حاويه. اللي هي الحاويات العملاقه طبعا. 24,000 حاويه، والقطر هينقل كام؟ 100 حاويه 200 حاويه، لكن القصه ما هياش كده، هو بينقل البضائع غاليه القيمه. واللي ممكن يعمل عمليه عائلات لوجستيه. فوجود خط سكه حديد كهربائي قد يكون بيقطع الطريق على هذا المنافس. وبالتالي على محاوله ان حد يقدم نفسه كبديل بالزبط. يعني لا احنا عندنا كل الخدمات يعني. القناه عندها في بدائل كتير بتطرح نفسها في اليومين دول كبدائل، سواء كان في مشروعات اقليميه ومشروعات دوليه ايضا بتحاول تطرح نفسها كبديل. أنا شايف إن الأهمية الاستراتيجية للقناة أو المنطقة الاقتصادية هي إنها تعزز القدرة التنافسية لقناة السويس في مواجهة الطرق البديلة والمنافسة. دي ناحية. الناحية الثانية إنها ممكن أن تكون قاطرة للتنمية. النهاردة هو المشكلة الاقتصادية في مصر قايمة على إيه؟ إن أنا عندي مشكلتين أساسيتين، إن أنا عندي الادخار المحلي لا يساوي الاستثمار المحلي، أنا بعمل استثمارات أكثر كتير من حجم مدخراتي. طيب عشان اسد الفجوه دي عندي طريقين، يا اما اجيب قروض يا اما اجيب مستثمر اجنبي.
عشان يعني استعيد عن فجوه الموارد المحليه. طيب انا المكان ده مهيئ ان يستقطب استثمارات بمليارات او تريليونات طبعا، وبالتالي فانا اعتقد انه ده ممكن يكون قطره تنميه، ممكن يزيد منه حجم الصادرات وبالتالي يقضي على عجز ميزان المدفوعات ويزود لي حصيله النقد الاجنبي، وفي نفس الوقت بيخلق فرص عمل سواء مباشره او غير مباشره في المكان ده. بالاضافه لكده بيزود الناتج المحلي الاجمالي. الاهم انه هيوطن الصناعات في هذا المكان، توصيل الصناعات دي نقطه مهمه جدا. اسمح لي حضرتك اتوقف عند هذه النقطه المهمه ونشوف تقرير مع حضراتكم ونرجع بعده نستكمل هذا الحوار عن محور قناه السويس شديد الاهميه للاقتصاد المصري بعد التقرير مباشره. اهم مجرى ملاحي استراتيجي يعتبر في العالم كله يعني، وثانيا هي المصدر القومي لدخل العمله الاجنبيه، وبعدها سياحة، ثالثا دي جهد وعرق ملايين المصريين سواء اللي حفروها أو سواء اللي استحدثوها. فمصر قناة السويس، وقناة السويس هي مصر. قناة السويس يعني تعتبر شريان كبير جدا وموقع مهم جدا جدا بالنسبة للعالم كله، لانه بيحصل طبعا عمليه يعني السفن واتجاهاتها، ومصر الحمد لله متحكمه فيها ودائما في تطوير مستمر، لان هذا يعني من اهم الاماكن اللي موجوده في مصر، وبتعتبر زي ما قلت قبل كده انها شريان كبير جدا واهميته قصوى لمصر ولكل بلاد العالم. بالنسبه لقناه السويس، قناه السويس مركز تجاري عالمي ومركز استراتيجي لمصر، ودلوقتي اصبح بعد التطورات اللي حصلت فيها والتوسعات بقت اكبر مركز تجاري عالمي، والحاجات اللي بتتعمل فيها والمواني دي هتبقى مصدر رزق جامد قوي قوي قوي. تربط بين قاره اسيا لحد اوروبا، وهي مفتاح الشرق موجود في مصر في قناه السويس. الربط الشرق بين الغرب، المفتاح ده هو قناه السويس. تربط العالم كله بالدول دي كلها بالحركه التجاريه الفظيعه اللي بيشهدها العالم كله في مصر في قناه السويس. ودي كان اولى اهتمام من الرئيس الفتاح السيسي انه يجي يعمل لها الاهتمام ده كله. ده شريان، ما ينفعش انها تنساب بكده. نعود مع حضراتكم مرة أخرى وإحنا بنتكلم عن أهمية محور قناة السويس والجدوى الاقتصادية اللي بنتوقعها منه إن شاء الله. برجع مع حضرتك تاني دكتور محمد، والحقيقة أنا عندي يعني عدد كبير من المعلومات حابة أقرأ بعض منها سريعا. إنه تم تصميم هذه المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمرافق التجارية، وأيضا إن هناك فرص للتطوير العقاري والخدمات السكنية، وأيضا طبعا خدمات النقل البحري اللي يمكن حضرتك اتكلمت عن بعضها. فكرة ان احنا نستغل هذا المحور بالشكل الامثل وتحقيق كل هذه الامكانيات من خلال هذا المحور. هو حاليا من ناحيه التنميه العقاريه والاسكان في مدينه مليونيه بتعمل في شرق بورسعيد، لانه حضرتك عارفه ان كل مدن القناه ما فيش مدينه فيهم كميه المليون. بينما في تخطيط المنطقه الاقتصاديه الاعمال اللي هتكون فيها مباشره قد تفوق المليون ونص، وبالتالي فاحنا معنى كده انه هيحتاج يوطن عمله من خارج الاقليم. طبعا. فلا بد ان يكون في بانشاء مدينه مليونيه وفي تطوير، وفي الدوله فيها مخطط لهذا على ما اعتقد. من ناحيه ثانيه انه في صناعات، طبعا في منطقه خاصه للصناعات الخاصه بروسيا بتعمل صناعات ثقيله هناك، ومنها صناعه عربيات سكه حديد وقاطرات وكده، ومش لمصر فقط وانما للتصدير ايضا. في يعني أيضاً فكره ان احنا نبقى هب زي ما بيقولوا او مركز اقليمي للتجاره العالميه. بالظبط. هو المفروض ان انا اسوق المنطقه دي، المنطقه دي تسوق على انها بوابه للصادرات العربيه والافريقيه. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده مصر عضو في السوق العربية المشتركة. يعني معنى كده ان الانتاج اللي بنتجه في مصر يخش الدول العربية بدون جمارك. وبالتالي انا لما اسوق المنطقة دي ان احنا اضعاء في الكوميرسا كمان، انا جاي لحضرتك انا بتكلم على الدول العربية، ودي قوامها مواد صغير، عدد كبير طبعا. عندي عدد يعني سوق استهلاكي واسع، ايضا عندي الكوميرسا، ومش بس الكوميرسا، النهارده بقى فيه كيانات افريقية اخرى وبيتكلموا على
مشروع للوحدة الأفريقية، وبالتالي أنا بتكلم على قارة أفريقيا بالكل. فبالتالي أنا يعني المفروض أسوق المشروع المنطقة ديت على أنها مكان للتصنيع لسوق قوامه عدد ضخم جدا من البشر، وبالتالي أقدر أن أنا أستقطب مستثمرين. يعني المستثمر كل همه هو التسويق طبعا. لما يكون عندي سوق بغير جمارك فأنا عندي سوق مفتوحة صحيح، وبالتالي ده مهم جدا أن احنا نركز عليه في تسويق هذه المنطقة. عشان نرجع للجزء الأولاني اللي حابب أتكلم عن توطين الصناعات، أنا عندي جزء خاص بروسيا وجزء خاص بالصين، أيضا لها منطقة اقتصادية بتشتغل عليها وفيها مجموعة من الصناعات توطن فيها، وأيضا الإمارات اشتغلت كمطور صناعي في منطقة السخنة. الفترة الأخيرة أيضا الدولة اهتمت ببناء أرصفة جديدة سواء في غرب بورسعيد وشرق بورسعيد وأيضا في السخنة. يمكن في أكثر من 18 كيلو أرصفة. أهمية الأرصفة، أرصفة المواني البحرية، يعني كلمة رصيف احنا عارفين ان رصيف الميناء طول عمرنا بنسمع عنه، لكن ورصيف نمرة 5 يمكن في الدراما، ولكن أهمية الأرصفة، الأهمية التجارية والجدوى التجارية من هذه الأرصفة في الموانئ التجارية هو والبحرية. الأرصفة عندنا أرصفة يمكن ضخمة وإمكانياتها أكثر يمكن من طاقة الاقتصاد المصري الآتي الحالي. يعني احنا النهاردة طاقة الأرصفة الموجودة احنا عدد الحاويات اللي بتستقبلها مصر سنويا في حدود 7.2 مليون حاوية في السنة، منهم 3.5 مليون حاوية للتجارة الداخلية و 3.7 مليون حاوية للترانزيت. طيب مصر بقت طاقات قد ايه؟ بقت طاقات حوالي تفوق ال 25 مليون حاوية. يعني ده حاليا رقم ضخم، رقم ضخم. طيب التساؤل احنا هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم ايه؟ بدا النهارده الدوله بتحاول انها تشوف مشغل لهذه الارصفه، بمعنى ان يجيب شركات ملاحيه ضخمه تاخد حق تشغيل واداره هذه الارصفه لفتره ثم تعيدها للدوله بعد فتره. طبعا بتخش بنظام شراكه بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي بيبقى في عائد كويس. ده اتجاه حميد، افضل من ان هو يتخلص من الأصول أو يبيعها أو كده. ده اتجاه جيد إن هو يشغل الأرصفة الموجودة وبالتالي بيجيب عائد للدولة وبيربي كوادر كمان مصرية تقدر تدير هذه الأرصفة بعد ما الامتياز اللي حصل عليه هذه الشركات يخلص. طيب يعني كمثال لها في طبعا شركة هيتشسون الصينية مع شركة كوسكو، وأيضا داخلة مع شركة عالمية أخرى في الملاحة اسمها CMA. ثلاث شركات دول عاملين تحالف عشان يديروا رصيف في السخنه. وطبعا المنطقه ما هياش مجرد ارصفه بس، وفي ايضا رصيف اخر في، او مش رصيف واحد، مجموعه ارصفه في شرق بورسعيد. رصيف منهم بيتكلم على ان هو بيعمل منطقه صب جاف، يعني بمعنى ان هو وحده متكامله لتفريغ الحبوب، صب نظيف ما يعملش تلوث للبيئه، وفي نفس الوقت مخازن للغلال. وايضا ده بتديره احد الشركات العالميه، وشركات اخرى بتدير مخازن ومستودعات لتصدير الاسمنت. عاملين 6 مستودعات وفي ارصفه متعدده، يعني انا مش عايز اطيل يعني حضرتك اللي بتقوله ده اقتصاد قائم بذاته طبعًا. يعني بعيد عن اي حتى يعني موارد اقتصاديه اخرى. ده مش مجرد ارصفه، وراها محطات حاويات ومراها كمان منطقه لوجستيه في بالذات في السخنه، ومنطقه تجاريه ايضا على مساحات ضخمه. يمكن المنطقه التجاريه على مساحه 5 مليون متر مربع، وايضا المنطقه اللوجستيه على مساحه لا تقل عن ذلك. فاحنا بنتكلم على استثمارات ضخمه جدا، ودي اعتقد ان تسويقها على شركات الملاحه العالميه اعتقد انه يكون عائد جيد للاقتصاد المصري. حضرتك وانت حضرتك بتتكلم اتكلمت عن فكره تدريب الكوادر. الحقيقه ان احنا عندنا كوادر مصريه يعني على اعلى درجه من التدريب، وكلنا يمكن بنذكر ايفر جرين لما طبعا جنحت في قناه السويس، والعالم كله لم يصدق أن فعلوها المصريين ولوحدنا بإمكانياتنا، ويمكن كانت قصة أصبحت حتى قصة بتدرس عندهم للأطفال. فكرة الثقة في الكوادر المصرية وفي هيئة قناة السويس في الإدارة الرشيدة والكوادر المصرية المهمة. هو الحقيقة إحنا عندنا كوادر من فترة طويلة، مصر عندها كوادر في كافة المجالات. إحنا الحقيقة أحد القوى الناعمة لمصر هو وجود كوادر متخصصة في مجالات متعددة.
ولكن احنا في مجالات حديثا يعني نسبيا يعني لو تكلمنا عن استخدامات مثلا الذكاء الاصطناعي في المواني استخدام الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا الحديثه في توطين الصناعات وغيرها في مجالات جديده لابد ان احنا نربي كوادر جديده يعني متمكنه من هذه المجالات واعتقد في مجالات الاداره المتخصصه في مثلا اداره ارصفه او مواني او محطات حاويات دي مش محتاجه بس تالنت في الاداره دي محتاجة أيضا اتصالات بشركات ملاحة دولية عشان أقدر استقطب خطوط لأنه بيحصل إيه أنه التحالف اللي قلت حضرتك عليه ده دي شركات أصلا عندها خطوط ملاحية فبدل ما يتعامل مع محطة حاويات ويبقى بيتقسم الأرباح معاها هو بيتكامل مع نفسه ويدير المحطة وبالتالي فأنا ببدأ أشتغل معاه وقد يستعين هو حتى في ادارته للمحطه دي بكوادر مصريه والاحتكاك بين الكوادر المصريه والكوادر الاجنبيه اعتقد بيبقى فيه نقل خبرات متبادل بالتاكيد واعتقد ده يمكن احنا اولادنا بيديروا محطات كتير جوه مصر وبره مصر صحيح يعني في المنطقه العربيه كلها في كوادر مصريه بتتعامل مع في سواء في دبي او في السعوديه او غيرها فاحنا عندنا كوادرنا بتشتغل في اماكن متعدده لكن احنا محتاجين طول الوقت ان احنا نطور نفسنا وفقا للمهارات العالميه صحيح فاضل لي دقيقه واحده ولازم استغل الفرصه حضرتك طبعا مؤسس كليه النقل واللوجستيات يعني العميد الاسبق ومؤسس هذه الكليه المهمه فكره ان احنا بقى نوجه شبابنا لمثل هذه الكليات المهمه لان هو ده المستقبل هي دي فرص العمل الواعده يعني والحقيقه اللوجستيات يمكن علم حديث نسبيا وهو سريع التطور يعني احنا انتقلنا من عمليات مجرد توزيع بضائع الى عمليات لوجستيات متكامله ثم سلاسل امداد متكامله ويمكن حضرتك بتسمع عن كلمه سلاسل امداد كتير اليومين صحيح وهي كانت عامله مشكله بسبب الكورونا ومش بس كورونا حرب الروسيه الاوكرانيه طبعا فيها وبالتالي فالنهارده ده سلاسل الامداد واللوجستيات اصبحوا تخصص مهم جدا لكافه الصناعات والخدمات وايضا التجاره مفيش اي صناعه او تجاره تستغنى عنهم بل ان احنا يمكن انا شغلت عده مناصب في هذا المجال ويمكن لما مسكت الدراسات العليا بقى عندي كنت في مجال اللوجستيات عملت حوالي 10 تراك للماجستير في اللوجستيات 10 تراك واحد منهم بيتكلم حتى عن اللوجستيات التقاضي ازاي يبقى في عدله ناجزه من خلال تطبيق لوجستيات منهم اللوجستيات للملكيه الفكريه منهم لوجستيات تخص مثلا كيف يكون عندي لوجستيات للصادرات الزراعيه عشان المنتج بتاعي ما يفسدش في الطريق ويوصل بكفاءه ويتقبل في الاسواق الدوليه في لوجستيات اخرى خاصه بالرعايه الصحيه ففي كل قطاع ممكن نتصور مجموعه من الخدمات الداعمه لانتاج هذه الخدمه او السلعه وبالتالي فهو صيحه العصر الحديث هو موضوع اللوجيستكس اللوجستيات وسلاسل الامداد اللي احنا كلنا عرفنا كويس قوي هي بتاثر على حياتنا كلها ازاي في وقت الازمات ما هو في وقت الازمات بانت اهميه فكره سلاسل الامداد الحقيقه ان انا بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات القيمه كلمه اخيره حضرتك توجهها لكل اللي بيتفرج علينا عن اهميه محور قناه السويس انا شايف ان شاء الله الامل في ربنا كبير وفي السواعد المصريين ان احنا هذه المنطقه ممكن ان تكون قاطره للتنميه الاقتصاديه ولديها الامكانيات اللي ممكن بيها تصل بيها للعالميه وتعمل وتنشئ مركز تجاري وصناعي ولوجستي عالمي مش بس على المستوى الاقليمي وانما على المستوى العالمي لكن باقي لنا ان احنا نتبنى استراتيجيه التعاون كبديل للتنافس التعاون كبديل للتنافس احنا جنبنا مجموعه من الاخوه العرب عندهم مناطق اقتصاديه خاصه متعدده سواء في السعوديه او في الاردن او في الامارات او في الكويت المنطقه كلها اصبح فيها مناطق لوجستيه علينا ان احنا نتعاون مع بعض بدل ان التنافس هيكون في مصلحه الاخر وليس في مصلحتنا وكل واحد فينا يركز على الميزه التنافسيه بتاعه الاقليم بتاعه ونتعاون مع بعض بدل ما تنافس ونبدا نكسر في بعض. اتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد علي ابراهيم استاذ الاقتصاد والعميد الاسبق المؤسس لكليه النقل الدولي واللوجستيات شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم نورتنا وشكرا على كل المعلومات القيمه كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك بالف صحه وسلامه انا سعدت بوجودي معاكم. وسعدنا جدا بوجود حضرتك شرفتنا ونورتنا وكل سنه حضراتكم طيبين اخر ليله وتريه النهارده كل سنه كلنا طيبين وان شاء الله يعني ربنا يعود علينا بقى رمضان في اعواما كثيره اللهم امين ودايما مصر بخير وشعبها بخير وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده تصبحوا على خير